مؤتمر لزراعة القلب الاصطناعي مدوي بالاشتراك مع تراتيك قدمت هالمؤتمر، ونحن اليوم بكلينيك رح نشوف أكثر شو هو القلب الاصطناعي وإمتى المريض بيوصل لأنه يكون بحاجة له. رح نشوف كمان كيف بتصير هالزراعة القلب الاصطناعي مع دكتور هادي سكوري. أهلا وسهلا فيك أخصائي قصور وزرع قلب. معنا كمان جوزيف نصار. أهلا وسهلا فيك جوزيف، أخصائي تقني بزراعة القلب الاصطناعي. يعني التايتل كتير كبير علينا وكتير صعب أنه نستوعبه، بس الهيئة مع التقنيات الجديدة الشغلة عم تصير أهين وأهين. دكتور سكوري، أول شيء تنقول قصور بالقلب لدرجة أنه بحاجة لزرعة قلب جديد، يعني وين منكون صرنا بأي مرحلة؟ أول شيء تنحكي شو هو قصور القلب. تنحكي قصور القلب، ما نعرف شو وظيفة القلب. عادة القلب هو عبارة عن عضلة بتضخ الدم مشبع بالأكسجين على الجسم، على الأعضاء الحيوية. لما نقول قصور قلب معناتها هالعضلة ضافت، بطأ ما عدت قادرة تضخ الدم المشبع بالأكسجين على الأعضاء الحيوية. فهون المريض بيصير يحس بتعب، إرهاق شديد، ضيق بالنفس. هلا عادة في أسباب كتير لقصور القلب ما رح ندخل فيها، بس النتيجة آخر شيء وحدة إنه بيتعب القلب. وفي علاجات بتبلش بالأدوية. إذا ما مش الحال في أجهزة بطاريات بتنحط. إذا ضل المريض تعبان مع كل هالجهادات، لأن عادة قصور القلب في تقريبا 40-50% منه ما بيرجعوا القلب طبيعي، فبضل يتعب مع الوقت، بضل يتعب ليوصل لمرحلة إنه ما فينا نعمل شيء غير نزرع قلب. بالزمان من 20 سنة كان زراعة القلب الطبيعي من إنسان تاني هي الحل الأنسب لهالناس هو لهالمرضى هو. بس مع الوقت ومع تقدم التكنولوجيا صار في شيء اسمه مثل قلب اصطناعي او جهاز مساعد للقلب، اللي هو اسمه لفت فنتريكولار اسيست ديفايس، اللي راح يكون موضوعنا بعد شوي نحكي عنه. هذا الجهاز بيساعد القلب، يعني بحل محل القلب، يعني مثل هو عباره عن مضخه بياخذ الدم من قلب القلب وبيضخه على الشرايين، بيساعد القلب لان القلب لوحده ما عم يقدر يضخ الدم. هل القلب الاصطناعي هو حل بكل حالات القصور الغالب؟ لا، لما يكون القلب كثير تعبان وما في شيء ثاني ينعمل. نعم. مش يعني كل مريض بيقدر يحل محل القلب الطبيعي او هو يعني ترانزيتوار يعني لكن صار في قلب طبيعي. اول ما اخترع هالجهاز هذا اكتشفوا بلشوا يشتغلوا عليه، هو كان مثل بريدج، جسر عبور لا يلاقي قلب طبيعي، لان تعرفي ما في عاده مريض ما في ينطر اغلبيه المرضى كانوا يموتوا هن وناطرين على الويتنج ليست لحظه انذار تلاقوا قلب طبيعي. فهالجهاز كان بالاول جسر عبور، مع الوقت ومع تقدم التكنولوجيا صار هالجهاز يصغر بالحجم. كان اول شيء يوضع برات الجسم، صار هلا ينوضع جوات الجسم وصار اصغر واصغر، والكومبليكيشنز تبعه صارت اخف واخف، لحتى وصلت لدرجه انه صار نقدر نستعمله على مدى طويل. كنا اول شيء نستعمله لاشهر ماكسيموم للسنه، هلا مع تقدم التكنولوجيا صرنا فينا نستعمله في ناس على الجهاز اللي ما نحكي عنه هلا بعد شوي، صاروا 9 سنين على الجهاز. فهلا يعتبر الجهاز شغله من الانديكيشن تبعه، يعني بتكون ايذر انه جسر عبور لزرع قلب حسب المريض يعني، او اذا المريض ما بينعمل له قلب طبيعي، مش وارد يعمل له قلب طبيعي حسب تقدم السن او عنده اي مشاكل ثانيه، بيكون جسر عبور لشكل مزمن يعني. نعم، بيكون او بيكون جسر عبور لواحد في بعض المرضى يمكن بس ينحط لهم الجهاز يقعدوا يرجعوا طبيعي، بينشال الجهاز بعدين يعني. نعم. جوزيف نصار اخصائي تقني بزراعه القلب الاصطناعي. عم بيقول دكتور سكوري انه صغر هالديفايس لدرجه انه صار بيكون بداخل الجسم، يعني ما كان القلب بياخذ؟ لا، هو بالواقع بيتركب على القلب. بدك نشوف الصوره تماما. في مثل نوع مثل كانولا او بتفوت بقلب عضله الشمال وبتقطع لحتى ترجع تنوصل على شريان الابهر الاورطه، مثل كانه جسر لحتى تقطع هالدم من القلب الشمال من تحت وتضخه على كافه الجسم. خلينا نشوف الصور اللي جبتوها معكم لنشوف عن شو عم نحكي، عن هالديفايس يلي هو جديد او بلبنان جديد؟ بلبنان نحن صرنا من 2009 عم نركب هذا الجهاز. مثل ما شايفه على القلب الشمال
فايته هذا الكانيول بقلب العضله من تحت، بيقطع هذا الجهاز وبيطلع بجرافت او بوصله على الشريان الابهر لفوق، والدم بيقطع من العضله الشمال وبينكب بينضخ على الشريان الابهر لحتى يوزع على الجسم، اكيد بسرعات معينه وحسب وزن المريض وبانديكيشن يعني متنوعه. وهودي البطاريات اللي هن شايفتيهم وحده على الشمال وحده على اليمين، هودي البطاريات لحتى يمشوا هذا الجهاز من جوا الموصول على الدماغ الالكتروني المحطوط على الاقشاط عند المريض اللي هو طالع بكابل من بطنه. يعني كل العمليه جهاز بقلب القفص الصدري من جوا طالع بشريط ابيض من بطن المريض على هالدماغ الالكتروني لحتى يمشي بواسطه البطاريات. وهل ديفايس بحاجه لمتابعه تقنيه؟ طبيعي متابعة تقنية ومتابعة طبية. طبعا متابعة طبية اللي أنا مفروض منه، ولكن هالديفايس مش إنه منحطه ومنثبت البطارية القلب يعني بضل على كذا سنة عم تشتغل وحدة، في متابعة تقنية. متابعة تقنية تقتصر حوالي 6 أشهر أو سنة حسب حاجة الجهاز وحسب قديش الجهاز جديد وقديش هو بحاجة لأنه نعمل. دكتور سكوري، كيف بتصير عملية زراعة إذا بدنا نقول وضع هالديفايس داخل الجسم؟ أول شيء العملية راح تكون عملية جراحية مثل عملية قلب مفتوح. المريض بده يكون مبنج وينفتح الصدر وينوضع الجهاز مثل ما شرح جوزيف إنه من القلب بنوصل هالبامب هالمضخة ليضخ الدم على الشريان الأبهر. ومثل ما قال تفضل جوزيف وقال إنه في جزء راح يكون داخل الجسم اللي هي المضخة موصولة بشريط لبرات الجسم كابل لبرات الجسم، والدماغ الإلكتروني راح يكون برا اللي هو بيتحكم بكيف يمشي الجهاز المضخة مع بطاريات لتأمن الكهرباء للجهاز. وطبيعي بعد العملية المريض بيقعد شي جمعتين أو ثلاثة بالمستشفى لأن تنرجلج بيكون في كثير لخبطه بالهيمودينامكس وهيك تيرجلج الجسم على الجهاز ونعير قد ايه السرعه لازم تكون للجهاز. بده يتابع المريض بصوره دوريه لان مثل ما تفضل قال جوزيف انه في كابل طالع برات الجسم. لما يكون شيء طالع برات الجسم هالمنطقه اللي طالع منها دائما معرضه للالتهابات، وهي اهم شيء لازم ننتبه عليها المريض اللي ينتبه عليها، ولازم تتابع بشكل دوري حتى ما يلتهب، لان اذا صار في التهابات محل هالكابل هون تمتد الالتهابات وبيلتهب الجهاز، ساعتها ما في حل غير من نقيم الجهاز من جسم الانسان. يعني مثلا مدى قبول الجسم ل يعني جسم غريب جواته؟ هلا مثل اي جسم، مثل بطاريه القلب، مثل صمامات اصطناعيه للقلب، نفس الشيء هذا الجهاز بيتقبله جسم، ما في شيء، لان اوريدي بيكون مغطى بمواد حتى ما تمنع انه يصير في شيء مضاد له. بس اكيد مثل اي جسم غريب بجسم معرض ليس يصير تخثر دم عليه، لأن الدم عم يمشي فيه معقول يتخثر دم عليه، هيك المريض بحاجة بالإضافة إلى ينتبه على الالتهابات بده ينتبه كمان ياخذ دواء مسيل للدم طول فترة هو على الجهاز، في دواء بده ياخذه على طول. يعني شو عم نشوف جوزيف؟ هذا مؤتمر احنا عملناه لتقريبا لكل حكم القلب والجراحين بلبنان، مؤتمر برعاية أكيد الشركة المصنعة اللي هي توراتيك، وبتنظيمنا نحن شركة مادور الموزعين والوكلاء الحصريين لهذا القلب هون. في مثل ما شايفين الحضور كان هذا أستاذ ربيع عاصم اللي هو صاحب الشركة، وفي رح نشوف بعد شوي صاحب اللي هو سي او ريست اوف ذا وورلد تبع توراتيك، كمان كانوا كلهم موجودين ودعمونا. عملناه لحتى نطلق هالحمله، نطلق حمله اعلاميه لحتى هالعالم اللي عندها هالمشاكل قد ما فينا نقدر نكون عم نوصل الفكره. دكتور سكوري، كأطباء يعني بالنسبه لكم هيدا حل اليوم لمشاكل القلب يلي ما في لها حل، او لا مثل ما كنا عم نقول الاشخاص يلي ناطرين زراعه قلب طبيعي؟ يعني هو الحل للي عندهم شيء اسمه ادفانسد هارت فيلر يعني او اند ستيج هارت فيلر، يلي عندهم قصور قلب ما له اي علاج ثاني. المريض هون بيوصل لوضع انه يا اما بده يموت خلال الاشهر المتبقيه من او السنه القادمه او بده يحط هالجهاز. يعني جوزيف، المؤتمر كان موجه للاطباء كمان، اطباء يعني المتخصصين، وكيف لقى تجاوب من الاطباء المتخصصين؟ الحمد لله تقريبا حوالي 70% من حكم القلب والجراحين
حضروا المؤتمر وكان في عليه اقبال شديد ونحن حسينا بهذا الاقبال اللي اجى وشكرناهم كلهم وحسينا فيه لانه صار في تجاوب بين الحكمة وبيننا وصاروا اكيد يتواصلوا معنا لحتى يشوفوا كيف إمكانية عندهم مرضى وكيف إمكانية أنه يأمنوا هذا الجهاز لمرضاهم. أكيد خلال المؤتمر في خبرات يعني انتقلت من أطباء لتانيين، خبرات من كمان العالم الغربي، شو هي الشهادات اللي كانت موجودة؟ العالم وجود العالم الغربي اللي هي مثل ما شايفين هون في عنا حكيم اللي اجى هو شرح شوي عن كيف بتصير البروسيجر تبع العملية، شرح هو خبرته وعطى ستاتيستيك وعطى دراسات هو عملها بألمانيا وهيدي الخبرات دويمة، يعني نحن مش ما بتقتصر بس على المؤتمر، نحن حتى بيطلبوا منا هون نحن نعطيهم أرقام وحالات المرضى بتقارير لحتى يكون هن عندهم ريكورد كبير يقدروا يجمعوها لحتى يقدروا يفيدوا فيها الغير مرضى أو غير حالات حتيجي لعندهم. وهذا الشيء اللي بميزنا عن غيرنا أنه عندنا الـ FDA نتيجة هالدراسات اللي عم تنعمل المكثفة واللي عم تبين مدى صحة هذا الجهاز الموجود عندنا إن كان بنسب التهابات إن كان بنسب تسكير، كلها الحمد لله ما عم بيكون في عنا فيها مشاكل. دكتور سكوري، يعني قلنا أنه لازم يكون في إنديكيشن لهالنوع من البروسيجرز يلي منه بروسيجر هين أصلاً بالبداية، في أعمار كتيرة وفي نسب كتيرة بلبنان بحاجة لهالديفايس؟ هلا احنا ما عندنا احصائيات بنقاط الاطباء جربنا نعمل، بس اذا ما ناخذ قد ايه نسبه البرسنتج انه بالعالم هي 2% من 1-2% من العالم عندهم قصور قلب، يعني اذا ما ناخذها عدد سكان لبنان يمكن بيطلع 60 او 70000 مريض بلبنان عندهم قصور قلب، منهم هو في عندنا شيء 30% منهم عندهم شيء الادفانسد هارت فيلر يلي هن هيك، بس مش كل مريض عنده قصور قلب بهالحاله هذه الادفانس بينحط له هالجهاز، لان بده ينعمل دراسات على المريض ونشوف اذا قادر ينحط هالجهاز، في كرايتيريا معينه لينحط هالجهاز، مش كل مريض فيه ينحط بالجهاز. السيم كل الديفايس نفسه لكل الاعمار؟ نعم، يعني نفسها هي الماشين رح تكون لكل اي عمر كان عم يستعمل فيها؟ عم نحكي من رينج الادلت وطلوع، يعني اوكي خلينا نعتبر نحن في مريض حطيناه عمره 16 سنه، خلينا نعتبر من 16 وطلوع، من 16 وطلوع. واذا كان العمر اصغر هالديفايس ما بيكون مفيد؟ عاده بنحسب شيء اسمه بودي سيرفيس اريا، حجم الشخص، يعني عاده كل شيء بودي سيرفيس اذا ابوف 1.5 حجم اكثر من عمر، يعني ابوف 1.5 اكثر من 1.5 بيقدر هالجهاز يكون موجود عنده، يعني المريض يمكن يكون عندنا مريض عمره 12 سنه بس عنده بودي سيرفيس اريا 1.5 فينا نحط له هالجهاز. هلا قصور القلب بيصيب اي عمر من الصغار والكبار، يعني في اجهزه للاعمار الصغيره بس كمان هو اكثر للادلتس، يعني اللي عم نحطهم بلبنان. قلت لنا انه لازم يكون في متابعه تقنيه، يعني بعد 6 شهور شو معقول يكون بحاجه هالديفايس؟ نحن بنشيك على الجهاز، هو كجهاز جهاز الكتروني بحاجه لانه تعملي له تشيك اب دويم لحتى تشوف اذا عم يشتغل مزبوط وعم بوصل الكهرباء مزبوط للجهاز. بنشيك على البطاريات، بطاريات لانه مش بس هو المريض منه ماشي بس على هول البطاريات اللي هن اللي شفناهم نحن بالصوره، هو حيكون ماشي على جهاز حيحطه بالبيت وينام عليه اللي هو حيأمن له كهرباء. هذا الجهاز بداخله كمان في بطاريه وهذا بيلزمه كمان كل 6 أشهر او كل سنه تعمل تشيك اب على هذه البطاريه الموجوده جوا، تماما مثل البطاريات اللي هي حيحطهم على خصره. البطاريات اللي حيحطهم على خصره هودي بحاجه كل 6 أشهر تقريبا ينعمل لهم، لانه هن بيشتغلوا مثل سايكلز، كل 70 سايكل بحاجة لينعمل لهم هذا هو الجهاز اللي بيشرجهم، بيعمل لحاله تيستينج بيفحصهم وأكيد بإشرافي أنا لحتى أشوف إذا هالعملية عم تتم مزبوط. قلنا كان عم يقول جوزيف دكتور سكوري إنه الجهاز رح ينوضع على القلب اللي هو بعده موجود بالجسم، أي تطور بحالة القلب بتأثر على فعالية الجهاز؟ أي سايد إفكت ممكن يكون موجود؟ عادة أول شيء القلب رح يكون ضعيف، ما كتير عم يضخ دم، يعني فهو عم ياخد محل القلب. لو صار في عنا أي تسرع بكهرباء القلب الجهاز رح يعوض عنه، لأن في
في عنا بس مشكلة إنه إذا نحن عادة بنحطه على جهة الشمال القلب، القلب مقسوم أذين وبطين شمال ويمين، نحن نحطه على البطين الأيسر، فإذا صار عنا مشكلة بالبطين الأيمن وضعف هونيك صار بدنا نعطي أدوية أو بدنا نحط جهاز تاني على البطين الأيمن. بس عاد هيك واحد من الأسباب يلي مرات ما بنقدر نحط الجهاز هو إذا كان عنده كتير ضعف بعضلة البطين الأيمن، ساعتها بده يا قلب طبيعي يا ما في شيء اسمه توتال ارتفيشال هارت يلي بعده كمان مش للمدى الطويل عم يندرس عليه كله. فاذا ممكن يكون في جهازين على القلب. نعم. نفسه ممكن يكون في جهازين بيشتغلوا اصعب، الكومبليكيشن بيكون اكثر يعني بنفضل لا، بس اذا اضطرينا فينا نحطهم مره. طيب شو هي المتابعه الطبيه المطلوبه؟ المتابعه الطبيه مثل ما قلنا قبل انه اول شيء المريض بده يكون عم ياخذ أدوية، بده يكفي الأدوية تبع العلاجات اللي كان عم ياخذها من قبل، بالإضافة إلى مسيل للدم مع تشيكينج دائما للالتهابات إذا في التهابات بالجرح، فبده دائما هو يتابع حاله. فالمريض وضع هالجهاز بده يغير نمط حياته، يعني بده يصير بنمط حياة تاني، في يعمل أغلبية الأكتيفيتيز يعني في يعملهم، يروح ويجي يعمل سبور كل شيء في يعمل، بس أكيد شغلة واحدة ما في يعملها هو يغطس بالماء أو البحر يسبح لأن يخاف على الجهاز ماشين البطارية. هلا عم ينشغل على جهازات تانية انه كل شيء يكون جوات الجسم ما يكون في شيء برات الجسم، كمان بده وقت اطول يمكن 5 أو 6 سنين وكومبليكيشنز اقل. يعني كلمة اخيرة جوزيف. انا بدي اشكر كل الحكمة اللي عم تشتغل معنا، بدي اشكر الجهات الضامنة، الضمان الاجتماعي، وزارة الصحة، الجيش اللبناني، قوى الامن، ان شاء الله ما اكون نسيت حدا. بدي اشكر جمعيه اي سي بي بي اللي هي استضفتوها هون كمان، اللي هي من الجمعيات الكبيره اللي عم تساعد هالمرضى هيدي اللي عم يكون عندهم كسور قلب، مدام انمري حاج. بدي اشكر كل المستشفيات اللي عم نشتغل نحن وياهم، وان شاء الله انه بنقدر نامن سيرفيس وسبورت لكل هالمرضى لحتى يكون عندنا حياه افضل للشباب، يعني حتى ما نخسر حدا من وراء ضعف بالقلب. ما في شك انه هالتكنولوجيا قدرت يعني تعمل فرق كثير كبير وتعطي امل كثير كبير لكثير من المرضى. وطبعا يعني انتم كاطباء دكتور سكوري عم تقدروا انه يعني تواكبوا هالتكنولوجيا بخدمه أكيد. المريض. نحن من 2009 بلشنا نوضع هالجهاز هون بلبنان وصار في عدد كبير من المرضى هون عندنا. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لوجودكم معنا اليوم. أكيد المشاهدين قدروا يعني أخذوا فكرة عن هالموضوع، جهاز كتير مهم إن كان رح ينوضع بشكل دائم أو إن كان رح يكون بانتظار قلب طبيعي وزراعته يلي كمان صارت موجودة بلبنان. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، هلا وقفة ومنرجع نتابع.